السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبائي طلاب أولى ثانوي، برحب بيكم. إن شاء الله بإذن الله نكمل مع بعض ليسن 2 بقى إن شاء الله. النانو كيمستري بقى معناه إيه؟ قال لي هو ساينس بس بيدرس مين؟ مدام كيمستري يبقى بيدرس كيميكال أبليكيشنز. لمين بقى؟ للنانو ماتيريالز. ساينس ستادي الكيميكال أبليكيشن للنانو إيه؟ أبليكيشنز للنانو ماتيريالز. هي مين النانو ماتيريالز دي؟ وات از مين تو باي نانو ماتيريالز؟ قال لي النانو ماتيريالز دي اللي هي السبستنس اللي بتكون فيها 1 دايمنشن او 2 دايمنشنز او 3 دايمنشنز. ها برافو، ايوه، رينج بتوين 1 تو 100 نانو متر، يعني ليس ذان 100 نانو متر ومور ذان 1 نانو متر. ده مين؟ يا اما اللينس يا الويتس يا الهايت يا اتنين منهم يا التلاتة منهم. عشان كده احنا هنقسم النانو ماتيريالز دلوقتي لتلات انواع، 1 دايمنشنال نانو ماتيريالز و 2 دايمنشنال نانو ماتيريالز و 3 دايمنشنال نانو ماتيريالز. تعال بص كده للديفينيشن، السبستنس اللي بيكون اتس دايمنشنز كلهم او واحد منهم او اتنين، رينج بتوين 1 تو 100 نانو متر. خلي بالك عشان انا هسال كويستشن على النظام الجديد على الكلام ده. ها تمام؟ اوكي اهو، فين ال 3 دايمنشنز اللي هما لينس وويتس وهايت؟ ممكن يبقى لينس بس، ممكن يبقى لينس وهايت، ممكن يبقى لينس وويتس، ممكن يبقى ويتس وهايت، اثنين، ممكن يبقوا الثلاثه لينس وويتس وهايت. ها تمام؟ اوكي، ماله بقى؟ رينج بتوين 1 تو 100 نانو ايه؟ متر. اوكي. بيقول لي النانو ماتيريالز هاف ديفرنت شيبس، ممكن تبقى ثين فيلمز، ممكن تبقى تيوبس، ممكن تبقى جرانيولز. تمام؟ اوكي. طيب، انا بقى في النانو كيمستري بعمل ايه؟ بعمل ديسكريبشن، بعمل ستادنج، بعمل كرييشن للنانو ماتيريالز دي عن طريق جهاز بيصنع لي النانو ماتيريالز. طبعا في ماتيريالز بتقبل ان ممكن يبقى فيها دايمنشن واحد، ممكن يبقى فيه اتنين، ممكن يبقى فيه ثلاثه، حسب النوع بتاعي. تمام؟ وبعد كده بعمل ايه بقى؟ بعمل كولكتنج للبارتيكلز الصغيره دي عشان اقدر اعمل ديلنج معاها، اتعامل معاها، مش عارف اتعامل مع السايز الصغير قوي ده. يبقى برضو النانو كيمستري بيعمل كولكتنج للاتومز اند مولكيولز اوف نانو اون نانو سكيل، اللي هي الحاجات الصغيره دي بنجمعها. طب ما احنا لما نجمعها ترجع البروبتس القديمه يا مستر. لا، اللي اتكسر ما بيرجعش تاني، هو هيفضل بالبروبتس الجديده اليونيك اكسترا اوردينري بروبتس. ها تمام، بس بحجم اقدر اعمل ديلنج معاها، اتعامل معاها. ها صحصحين؟ تمام. احنا قلنا ان النانو ماتيريالز بنقسمها لثلاث انواع، يا 1 يا 2 يا 3 دايمنشنال نانو ماتيريالز. تمام، وات ذا ديفرنس؟ ايه الفرق؟ قال لي ال 1 دايمنشنال نانو ماتيريال من اسمه هيبقى عنده 1 دايمنشن واحد، هو اللي ليس ذان 100 نانو متر ومور ذان 1 نانو متر. تمام، وال 2 دايمنشن من اسمها برضو هيبقى عندها 2 دايمنشنز، ها اثنين من الدايمنشنز بتوعها الثلاثه، اثنين بس هما اللي رينج بتوين 1 تو 100 نانو متر. وطبعا ال 3 دايمنشنز هيبقى دايمنشنال نانو ماتيريالز هيبقى عندها 3 دايمنشنز، الثلاث ابعاد هيبقوا لينس وويتس وهايت هيبقوا ليس ذان 100 نانو متر ومور ذان 1 نانو متر. حلو الكلام؟ طيب اديني اكزامبلز كده يا مستر ايمن. قال لي ال 1 دايمنشنال زي الثين فيلمز وزي النانو وايرز، هشرحهم معاكم دلوقتي، وزي النانو فايبرز. عندي 3 اكزامبلز لل 1 دايمنشنال نانو ماتيريالز هنشرحهم دلوقتي. عندي اكزامبل واحد لل 2 دايمنشنال نانو ماتيريال اللي هو الكربون نانو تيوبس. ها تمام؟ طبعا الاكزامبلز موجوده في الكتاب، ولكن هنوريك السؤال دلوقتي بيجي فيها ازاي. اوكي، هتستعين بالكتاب، مش لازم احفظ الاكزامبلز، حفظناها خير وبركه، ما حفظناهاش موجوده في الكتاب. وبرده لو حافظها اتاكد من الكتاب، لان الامتحان اوبن بوك، لان السؤال مش هيجي لي دايركت يقول لي ده تبع مين. لا، هنشوف دلوقتي السؤال بيجي ازاي. ها تمام. وال3 دايمنشنال نانو ماتيريالز يا اولاد عندي منها 2 اكزامبلز، مين هم؟ النانو شيل والباكي بولز. تمام، طب تعالوا نشرح الحاجات دي كده. بيقول لي فروم 1 دايمنشنال نانو ماتيريالز مين؟ الثين فيلمز. الثين فيلمز دي بنستخدمها في ايه؟ قال لي ممكن نعمل منها بينتنج روفز، بيعملوا سبراي منها كده بيترش ها على الروفز تو بروتكت ذيم فروم كوروجن اند راستنج، او ممكن نعمل منها باكجينج للفود برودكتس عشان بروتكت ذيم فروم بوليوشن اند دامج. في النانو وايرز، النانو وايرز دي بنستخدمها في الالكتريك سيركتس، بس طبعا بالحجم الصغير قوي اقدر اعمل الكتريك سيركتس كتير جدا في بورد صغيره قوي بتاعه موبايل فون
او في بورده صغيره بتاع التي في او بورده صغيره بتاعه الكمبيوتر او اللابتوب، تمام؟ فده بيديني امكانيه ان انا اعمل مور الكتريك سيركتس في سايز صغير قوي عن طريق النانو ايه وايرز، تمام؟ مانيفاكتشر اوف الكترونيك سيركتس. النانو فايبرز دي بقى، قال لي النانو فايبرز دي بنستخدمها في الفلتر ووتر. ازاي؟ قال لي بنقدر نعمل فلتر للووتر عن طريق النانو فايبرز، بس مش بياخد الاريا الكبيره قوي بقى بتاع السبع مراحل ومعرفش خمس مراحل والقصه اللي بتاخد اريا كبيره قوي، تمام؟ انا ممكن اعمل فلتر احطه في الحنفيه، ها، ما اشوفهوش، تمام؟ ويديني بيوريفيكيشن رائع، فيري هاي افشنسي، عنده كفاءه عاليه جدا تو بيوريفاي ووتر، لان انا مستخدم فيه نانو ايه؟ نانو فايبرز. زي الشكل اللي انا موريه لكم ده، شايفينه؟ ده الفلتر اللي احنا بنقول عليه. ده طبعا الافشنسي بتاعته عاليه جدا، هاي كواليتي سيليكون اورينج. التو دايمنشنال نانو ماتيريالز عندي منها كربون نانو تيوبس، وفي منها سنجل وفي منها مالتي وولد تيوبس ميد اوف كربون مالكيولز، عشان كده سميناها كربون نانو تيوبس، هي معموله من الكربون. في منها اللي هو الوان وول ده جدار واحد، وفي منها المالتي وولز اللي هو عنده كذا جدار. طيب البروبتيز بتاعت الكربون نانو تيوبس تختلف تماما عن البروبتيز بتاعت مين؟ الكربون العادي. الكربون العادي هو الوحيد في النون ميتلز، من سنه رابعه بين ابتدائي وانتوا بتاخدوا المعلومه دي، ذا اونلي نون ميتال ذات از جود كوندكتور اوف الكتريسيتي از كربون. بس طبعا الكوندكتيفيتي بتاعته في الالكتريسيتي مش زي الكوندكتيفيتي بتاعت الايه الميتلز، اقل. لكن لو حولته من كربون نورمال كربون لكربون نانو تيوب، قال لي الكوندكتيفيتي بتاعته للالكتريسيتي بتبقى اعلى من اعلى واحد في الميتلز اللي هو الكوبر. واصلا الكربون باد كوندكتور اوف هيت، لو عملته كربون نانو تيوبس يبقى بيكوندكت هيت هاير ذان اعلى واحد يوصل هيت اللي هو الدايموند. فبقول لي اهو they are good conductors of heat and electricity. ده لدرجه ايه بقى؟ لدرجه ان هما كوندكت الكتريسيتي بيتر ذان كوبر وكوندكت هيت بيتر ذان دايموند، زي ما انا لسه قايل معاكم دلوقتي. طيب ده بالنسبه للكوندكتيفيتي هيت والكتريسيتي. بالنسبه للهاردنس بقى بتاعه، ها، الصلابه بتاعته، بيقول لي سترونجر ذان ستيل، مع ان انت لو مسكت بيس اوف كول اللي هو النورمال العادي ده ودوست عليها كده برجلك ممكن تفتتها، صح؟ مش عنده هاردنس عالي ولا حاجه، بس لو حولته لكربون نانو تيوب زي قلنا البروبتيز بتتغير خالص، بتبقى يونيك اكسترا اوردينري بروبتيز، صفات فريده فوق العاده ما شفتهاش انت قبل كده، abnormal. فبيقول لي ايه اللي بيخلي الكربون نانو تيوبس بقى سترونجر ذان الستيل؟ قال لي السترونج بوندس اللي بتوين دير مولكيولز. ده الكلام ده لو حولته ليه لكربون نانو تيوبس على النانو سكيل، بيبقى البوندس اللي ما بين المولكيولز بتاعته بتبقى فيري سترونج، عاليه جدا. ده لدرجه ايه بقى؟ لدرجه لا تتخيلوها. قال لك لدرجه ان انا لو جبت تيوب روب حبل بس ان ذا سايز اوف يور هير، في حجم شعره، تخيل هتعمل حبل حجمه زي حجم الشعره بتاعت راسك دي، ها، تمام؟ الحبل ده او الروب ده كان بول ترين، يقدر يسحب قطر، مش قطر لعبه، قطر حقيقي. فعلشان كده العلماء ما عدوش الموضوع ده، قال لك نقدر نعمل منه الروبس بتاعت السبيس ايه؟ اليفيتورز، اللي هو الحبال بتاعت الايه؟ مصاعد الفضاء. تمام؟ اهو scientists think to make them as ropes in space elevators. Why؟ قال لي ليه بقى؟ قال لي علشان الكربون نانو تيوب اللي في سايز 1 اير شعره واحده كان كاري ترين، تقدر تشيل قط او بول ترين. ثالث بروبرتي بقى من الكربون نانو تيوبس بقى ان هو كان بوند ايزلي وذ بروتين، عشان كده قال لك ممكن نستخدمه از بيولوجيكال سنسورز. عارف قرود الاستشعار بتاعت الانسكت بتاعت الحشره زي الصرصار ده، بيبقى عنده قرنين استشعار كده بيستشعر بيهم الدنجر الخطر، ها؟ قال لك ممكن نعمل بقى منه ايه؟ بيولوجيكال سنسورز، نستخدمها بقى في السبيس في الفضاء بقى عشان نستشعر. انت مش هتبقى صرصار وتدخل في بلاعه يعني. قال لي لا انا ممكن استخدمها في السبيس في الحاجات اللي هي السبيس كرافتس، ها، سفن الفضاء والحاجات دي، تمام يا شباب؟ اوكي. جيف ريزون ليه بقى؟ ليه الكربون نانو تيوبز كان بي يوزد از بيولوجيكال سنسورز؟ because they can bond easily with protein. تالت نوع بقى عندنا اللي هو مين؟ 3 dimensional nano ايه؟ materials.
اللي هو خدنا هناخد منه تو اكزامبلز، قلنا مين ومين؟ فاكرين النانو شال والباكي بول، النانو شال والباكي ايه بول. طيب النانو شيلز اللي هي اصداف النانو، ها دي الشكل بتاعها، ده بيبقى لها كور قلب، القلب ده بيبقى ممكن يبقى مثلا ايرون اوكسايد. الشيل دي بقى الصدفه اللي بره دي بتبقى معموله من الجولد في الغالب، بتبقى مصنوعه من مين؟ من الجولد، وفيري ثين، ها شيل طبقه رقيقه قوي من الجولد. دي استخدمها دكتور مصطفى السيد في تريتمنت اوف ايه كانسر، يوزد ان تريتمنت اوف ايه اوف كانسر. الباكي بول دي عباره عن ايه؟ الباكي بول زي ما انت شايف كده في الايمج اللي قدامك دي، عباره عن 60 كربون اتومز، ها بس بتكون هولو مفرغه من جوه. ليه؟ بنحط جواها بقى الميديسن. قال لي طب ما الميديسن هيقع كده، ما هي دي هولو مجوفه وفي فراغات ما بينها. قال لي لا، السايز، ها الحجم او الفوليوم بتاع البارتيكل بتاع الميديسن بيكون ها بيجر ذان السبيسز اللي بتوين الايه الاتومز دي، يا حاجه صغيره قوي لانه ده 3 دايمنشنال نانو ماتيريال، فمش هيعدي من السبيسز دي، ما تخافش. ها تمام. طب وانا اعمل بيها ايه؟ قال لي هستخدمها زي الكبسول بتاع الانتيبيوتيك. طب ما موجود عندنا الكبسول بتاع الانتيبيوتيك. قال لي بس الكبسول ده بيعمل رياكت مع الميديسن وبيعمل رياكت مع الجسم نفسه، واكسباير دي ايه في شورت تايم. لكن الباكي بول دي ها مش هتعمل رياكت لا مع الميديسن ولا هتعمل رياكت في البادي، ولا يبقى لها سايد افكتس زي السايد افكتس بتاعت الكبسول بتاع الانتيبيوتيك. تمام. فبتديني هاي افشنسي، كفاءه عاليه جدا في ان هي ايدنتيفاي، تتعرف على الانفكتد ايه بارت، الجزء المصاب، وتروح له على حسب الماده اللي انا هصنعها فيها واخليها تتوجه ناحيه الانفكتد بارت. ها تمام. فبيقول لي ات از هولو بول ميد اوف 60 كربون اتومز، عشان كده تيك ذا سيمبل سي 60 واي، عشان هي بتكونسيست اوف 60 كربون ايه اتومز. بنعمل بيها ايه؟ يوز ذا اس كارير، شياله للميديسنز انسايد ذا هيومن بودي اند دازنت رياكت وذ ميديسنز مولكيولز اند انكريز ذير افشنسي، وتزود كفاءه الايه الميديسن ده انسايد ذا بودي، وتقدر تروح زي ما قلنا للتارجت اورجن او التارجت بارت في البودي. تمام، اللي هو الانفكتد المصاب. اوكي يا شباب، الاكسرسايز ده اللي انا لسه كنت بقول لكم عليه ده بيجي على النظام النمط برضو بتاع الاوبن بوك، احنا بندرب على الاوبن بوك questions. ماشي. فبقول لي ايه؟ The following table show the dimensions of some materials by meter. by meter الدايمنشنز اللي مديهاني دي دلوقتي بالايه؟ بالمتر. عندي 4 materials A و B و C، مديني الدايمنشنز length و width و height. بيسأل ايه بقى؟ هو عايز ايه؟ which of these substances A, B, C or D nanoshell. هفكر في الاجابة ازاي؟ طيب اول حاجة انت هتستعين بكتاب المدرسة هنا. ازاي؟ انا نسيت النانو شيل ده from which type او kind من النانو ماتيريالز. هفتح الكتاب هلاقيه تبع ال 3 dimensional نانو ماتيريالز، يبقى انا استفدت بكتاب المدرسة هو الاوبن بوك، بس ما حلليش، هو بس ساعدني في الاجابة. طيب هيساعدني في الاجابة، عرفت انا ان هو 3 dimensional نانو ماتيريال. اوكي. طبعا الاختيارات بقى A ولا B ولا C. تمام. طيب النانو شيل دي هو السبستنس اللي هي تمثل النانو شيل مين في دول؟ ايه ولا بي ولا سي ولا دي؟ هو ايه النانو شيل؟ النانو شيل دي انا فتحت كتاب المدرسه لقيته من مين؟ من ال 3 دايمنشنال نانو ماتيريالز. دي ايه ال 3 دايمنشنال نانو ماتيريالز دي؟ اللي عندها 3 دايمنشنز ماست بي ليس ذان 100 نانو ايه متر ومور ذان 1 نانو ايه نانومتر. حلو. الثلاثه دايمنشنز لينث ويدث وهايت بيكونوا less than 100 نانومتر. تعال بقى نشوف كده، هو مدي الدايمنشنز دي بالايه؟ بالمتر. يعني احنا قلنا ان ده النانو شيل اللي هو عايزه ده من ال 3 دايمنشن نانو ماتيريال، وعنده 3 دايمنشنز less than 100 نانومتر ومور ذان 1. ها تمام؟ اوكي. طيب هو مدي الارقام بمين؟ ايوه بالمتر. خلي بالك بقى لو مديها سنتيمتر ولا متر ولا مدي مين؟ عشان انا هحول دلوقتي. هحول الارقام الجيفن دي من متر او من سنتيمتر او من وات ايفر هو مديها مين لمين؟ ايوه لنانومتر. انا عايزها نانومتر دايما، عشان انا عندي هشوف الرقم اللي اقل من 100 نانومتر يبقى ده دايمنشن من الحاجات بتاعت الايه الماتيريال اللي انا عايزها. تمام. انا عايز الثلاثه ايه يكونوا less than 100. لو 2 دايمنشنال ها نانوماتيريال يبقى عايز 2، لو 1 دايمنشنال نانوماتيريال يبقى عايز 1 بس من الدايمنشنز الثلاثه. فاهمين؟ اوكي. طيب هو عايز هنا دلوقتي الثلاثة يكونوا less than 100.
طيب هبدأ بأول ماتر اللي هي إيه؟ هعمل إيه؟ هجرب وماسك الكالكوليتور. هتقولي أنا هقعد أجرب ده كله، أنا هفهمك طريقة بسيطة قوي تحل بيها وتنجز بيها. شايف الرقم الأولاني ده؟ أنا علشان الأول أحول من متر لنانومتر بعمل إيه؟ من متر لنانومتر، فاكر الخط اللي أنا قلت لك احفظه ده بتاع التحويلات؟ آه، الـ 1 متر كان إيكوال كام؟ برافو، كان 10 باور يا مستر أيمن، كان 10 باور إيه؟ 9 نانومتر. يبقى الرقم اللي بالمتر هعمله تايمز 10 باور 9 عشان أحوله لمين؟ لنانومتر. طب لو بالسنتيمتر؟ آه، ده 10 باور 2 من السنتي إيكوال 10 باور 9 من النانو، يبقى أنا مش عايز ال 10 باور 2، هعمل ديفايد ال 10 باور 2 في الناحيتين، يبقى 10، يبقى اضرب الارقام كلها تايمز 10 باور 7. لو بالمليمتر يبقى اعمل تايمز كله 10 باور 6 اند سو اون. بقى طريقه التحويل حلو. اوكي، انا دلوقتي عايز من متر لنانو متر، يبقى هعمل تايمز 10 باور 9. هجرب رقم رقم، اصبر بقى عليا كده، انا هشوف الماتر ايه دي. اعمل ايه؟ هضرب الرقم ده بالكالكوليتر 3 تايم، اشتغل معايا ها، 3 تايمز 10 باور نيجاتيف 4 تايمز 10 باور 9 طلع معاك كام؟ اهو ال 1 متر 10 باور 9 نانومتر. ها تمام؟ طيب انا هجرب في ايه الاول؟ اول رقم 3 تايمز، جرب على الكالكوليتر 3 تايمز 10 باور نيجاتيف 4 تايمز 10 باور 9 طلع كام؟ اكتب. اه طلع يا مستر 3 تايمز 10 باور 5. هل ده لزان 100 نانومتر؟ لزان 100 نانومتر؟ لا. طب انا عايز الثلاث ارقام يكونوا لزان 100 نانومتر، اجرب في اللي باقي؟ لا مش هجرب خلاص، ما دام واحد منهم طلع مور ذان 100 يبقى ما يلزمنيش الماتر دي، يبقى خلاص مش هكمل التحويل. فاهمين؟ خليك ذكي. ها اوكي، تعالى نروح للماده الثانيه. هنجرب اول رقم ها، اه يا مستر 2 تايمز 10 باور نيجاتيف 9 تايمز 9 على الكالكوليتر، يلا شغال ب2 يا مستر، اكتبه. اه شغال، ده ليس ذان 100. نجرب الثاني ها، 1.5 تايمز 10 باور نيجاتيف 8 تايمز 10 باور 9. انا كنت عايزك توقف وتحل، يعني يفضل دايما لما يبقى في كويستشن او اكسرسايز وقف الفيديو حل وبعدين ارجع لي تاني. ها تمام اوكي، جربنا طلع كام يا مستر؟ طلع 15. اه ده ليس ذان برضو 100، يبقى هجرب التالت. لو طلع ده مش اقل من 100 ما كنتش هجرب التالت. فاهميني ولا لا؟ تمام اوكي، هنجرب التالت 80 تايمز 10 باور نيجاتيف 9 تايمز 10 باور 9 ب 80. اه ده هي دي الاجابه يا مستر ايمن. خلاص ما تجربش الباقي بقى، لان انا عايز من ال 3 دايمنشن نانو ماتيريال، وهو جايب اختيارات واحد بس، يعني مش ما فيش اختيار تاني كده صح. ها تمام، يبقى دي هي ال 3 دي، يبقى البي ده هو ال 3 دايمنشن نانو ماتيريال، هو اللي نانو شيل. ليه؟ عشان ال 3 دايمنشنز ليس ذان 100 نانومتر. يا رب تكونوا فاهمين وتكونوا تمام. انا هعمل ستوب دلوقتي ونكمل الابليكيشنز في الفيديو اللي جاي ان شاء الله. شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده سلام مؤقت، هنكمل في الفيديو التاني ان شاء الله. يلا باي باي، شكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.